جدة الأهلي يستضيف هجر الأهلاويون أعدوا أنفسهم جيدا، قيل أن الحضور الجماهيري الأهلاوي بات في أفضل حالاته، ربما غدا سيكون ذلك لأن إقبال كبير شهده بيع التذاكر اليوم للأهلاويين في استاد الأمير عبد الله الفيصل، فيما هجر كان قد أعد نفسه جيدا قبيل الانتقال إلى جدة، التدريبات الأخيرة شهدناها في الملعب، نتابع كيف جرت. انضمام 6 أشخاص جدد إلى المجلس الجديد، أعتقد هذا مؤشر جديد، وشباب كلهم متعلمين ما شاء الله، رجال أعمال كفء، أصحاب مناصب جيدة، نتمنى أن تتاح لهم الفرصة أكبر وأكبر، هم الشباب اللي المفروض يجي بعدنا، إحنا تقريبا أعتقد إن إحنا لا أنا لي 28 سنة في الإدارة. أعتقد 28 سنة عدها هي تعد بالسنوات وليس بالشباب، ف 28 سنة كافية. اتمنى ان انا مع زملائي الجدد ان احنا نعطي بعض ما استفدنا من الخبرات، وحتى انهم يواصلون بعدنا ان شاء الله المسيره باذن الله. طبعا هو بيتكلم بياكد على ان المباراه اللي جايه مباراه صعبه جدا قصاد فريق الاهلي. فريق الاهلي طبعا في اقوى هجوم موجود في الدوري، 2 لاعبين على مستوى عالي جدا، كمان النص ملعب بتاعهم منظم جدا، فهو بياكد ان المباراه هتكون صعبه، ولكن بيقول لك الحمد لله احنا برضو بنحاول نجهز الفريق ونجهز اللاعبين ان شاء الله نفسيا برضو من اجل مباراه صعبه تكون قصاد فريق الاهلي. طبعا هو كان يعتبر المباراه اللي فاتت في البحرين هي مباراه اساسيه من اجل تجهيز اللاعبين او تركيز الفريق عشان مباراه الاهلي، وطبعا هو بيقول لك فتره توقف، يعني عشان كده عملنا فيها رحله للبحرين، كان فيها طبعا من الجانب الفني الاساسي ان احنا للاعبين، كان فيها جانب فني اساسي، وبرده كان فيها برده الجانب النفسي اساسي ان اللاعبين يكون فيها تغيير الجو. العنصر الاجنبي في الفريق بيقول لك كويس، يعني ان هو كويس جدا وفي نفس الوقت بيساعد الفريق، فهو بصراحه بيشكر جدا في اللاعب البهداري المدافع، بيقول لك لاعب مستوى عالي جدا، يعني يكون مفيد لاي فريق على مستوى عالي، اللاعب بصراحه مفيد عندنا منطقه الدفاع جدا، كمان عندنا ريكو لاعب معروف جدا ومستوى الفني عالي، وكمان عندنا حازم لاعب كويس. هو بيقول لك العنصر الاجنبي يعني في الفريق بتاعنا الحمد لله كان ليه الافاده وقدر يساعد الفريق في المباريات اللي فاتت. هجر إذن سيحل ضيفا على الأهلي، مباراة الأهلاويون هم الأكثر اهتماما بها. ليس أمام الأهلي سوى خيارين، أما الفوز أو الانتصار. الدفاع الهجراوي أكيد أنهم حيلعبوا بدفاع مستميت، ولكنهم سيواجهون هجوم شرس ومرعب وسفاح. طيب،